من يتربصون ويتجسسون ويرفعون الأخبار إلى السلطان. ورد عن الباقر عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شر الناس المثلث. قيل: يا رسول الله، وما المثلث؟ قال: الساعي بأخيه إلى السلطان، يهلك نفسه ويهلك أخاه ويهلك السلطان. ولذا ينبغي أن يستيقظ، لأنه في حساب رسول الله أشر الناس.